معكم في قناة اليازية والنمر الوردي. قصتنا لهذه الليلة قصر الفئران. قصر الفئران. كان الساحر القوي الفأر الأزرق يعيش في مملكة الفئران. كان الأقوى بين السحرة، والمملكة كانت تعيش بسلام. وفي يوم مشؤوم هاجمت القطط الحمر من المملكة الهرارية المملكة، مستغلة غياب الساحر عن مملكته، وهدمت منازل الفئران والقصر الملكي أيضا. عند عودة الفأر الأزرق ورؤيته مملكته ومواطنيه في هذه الحالة، هز عصاه السحرية وبلمح البصر ظهر قصر مذهب مصنوع من أفخر أنواع الأجبان. وراحت الفئران ترقص وتهلل، وصار بإمكانها إعادة إعمار المملكة بعد أن صنع الساحر الفأر الأزرق درعا سحريا لحماية المملكة. وانتهت قصتنا لهذه الليلة. أتمنى أن تعملوا شير وسبسكرايب ولايك وتصبحون على خير.